تحضر الدولة ويستتب الأمن فتجد المكونات المدنية بيئة مناسبة للتواجد وممارسة نشاطاتها كهذه الفعالية التي يقيمها مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. انتهاكات كثيرة للحقوق تسببت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع استعرضها القائمون هنا، إلا أن غياب المنظمات الدولية وممثليها عن هكذا فعاليات بالرغم من جهود التنسيق المبذولة يثير العديد من التساؤلات. لأنها تكاد تخلو تقارير المنظمات الحقوقية الدولية من ذكر مأرب ووصف الانتهاكات فيها. فعالية حضرت فيها الدولة ممثلة بوزير الخدمة المدنية وناشطين وممثلي المنظمات المحلية والعديد من الموهوبين الأطفال آملين أن تصل أصواتهم وينتصرون لحقوقهم.